شهدت مدينة شرم الشيخ مسيرة بمشاركة عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن البيئي من عدة دول أفريقية قبيل انطلاق قمة المناخ COP27، وطلبت المسيرة بضرورة النظرة إلى القارة الأفريقية لما تعانيه من تداعيات ناتجة عن تغير المناخ رغم أنها الأقل إسهاما في أسبابه. كما طالب المشاركون في المسيرة بضرورة تنفيذ الدول الغنية لتعهداتها لمواجهة التغيرات المناخية.